التوجيه من القائد العام للقوات المسلحة المحترم، والتوجيه والإشراف مباشر من السيد معالي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب المحترم وفريق القناع عبد الوهاب السعد، قم بعمليات خاصة بتقديم بعض المساعدات الطبية لدار صلاح الدين في محافظة صلاح الدين. هذه المساعدات عبارة عن بعض الكفوف والكمامات والمستلزمات الطبية. هذه المبادرة الأولى وليست الأخيرة إن شاء الله. اليوم متواجدين في مقر العمليات الخاصة الثانية لاستلام التجهيزات الطبية من قيادة العمليات الخاصة الثانية جهاز مكافحة الإرهاب بدعم مباشر من الفريق من البطل عبد الوهاب السعدي لدعم هذا صلاح الدين بسبب انتشار جائحة كورونا وللتصدي لهذا المرض. طبعا نشكر مكافحة الإرهاب ونشدد أيضا نشيد بدوره ليس فقط القتال وحماية الوطن وإنما الدور البطولي الإنساني لدعم المجتمع العراقي بدون تمييز. وشفنا حملة سابقة في الناصرية ومحافظة الجنوب، واليوم الجهاز يدعم محافظة صلاح الدين ومحافظة الشمالية، وهذه الحملة الأولى وليست الأخيرة إن شاء الله في هذه المحافظة.